يعني ايه علاقة الذهب بالمبادرات المجتمعية دي؟ يعني ازاي جاء التوفيق ما بين الاثنين؟ اول حاجه لما اوكي مجال الذهب لما دخلت فيه وتعلمته ده، انا اليوم لازم اقدم حاجه للمجتمع، اقدم خير. المبادرات هذه جات من حادثه او واقعه عندي انا. امي جالها السرطان مرتين، بنت خالي توفت بسبب السرطان. فمن بعدها جلست اشوف واقرا، اكتشفت كمان في علاقه قويه ما بين الذهب في علاج الامراض السرطان. فاليوم لازم يكون لنا دور في المجتمع، نحن كناس كرجال أعمال كأي شخص لازم يكون له دور في المجتمع، حتى لو إنه الدور بسيط، مو شرط بالمادة، بالنفسي، بالمعنوي، بالمجهود، بالمجهود لحاله كفاية. طبعا. طيب إحنا معنا تقرير هنشوفه ونرجع نبدأ أسئلتنا عشان نتعرف على الأستاذ فهد أكتر. نشوف مع بعض. وانا اول حاجه اقول لكم شكرا، الله يعطيكم العافيه والصحه والعافيه جميعا. انتم محاربات وابطال والجنه تحت اقدامكم. انا واحد ترى امي مرت بنفس التجربه وانا معاها، والى الان لها 3 سنين للثاني مره بتاخذ نفس العلاج الكيماوي اللي انتم بتاخذوه. حكايه انكم بتاخذوا الدواء ده بياكل في جسمكم وانتم محاربين وقادرين انكم تدوا للمجتمع، فدي حاجة جميلة جدا، أتمنى لكم كل الشفاء من قلبي، وأقول لكم شكرا لكم، وأنتوا أبطال. يعطيكم العافية. رسالتي إلى رجال الأعمال المتعلقين في قطاع المستشفيات والقطاعات الطبية بأن يعملوا مستشفى متخصصة فقط لعلاج الأمراض السرطانية إذا أردتم الخير في حياتكم. بروا آباءكم وأمهاتكم، ليس أن يكونوا مرضى لتكون معهم حتى وهم بكامل الصحة والعافية. شيء رائع وإحساس يعني مرهف. عايز أعرف بقى المبادرات اللي شاركت فيها، أو بلاش المبادرات، المؤسسات اللي بدأت تشتغل معاها يا أستاذ فهد. بدأت قبل سنة لما شفت أمي قديش بتعاني في مرض السرطان، ربنا يشفيها، وهي بتاخد مسكين الكيماوي وأنا ماني قادر أعديها حاجة، هي تتألم قدامي. يعني لدرجة انه دقيت على الدكتور قلت له لو انا مستعد اني اموت بس خليها هي عايشة، لو اديها شيء من جسمي يديها الصحة. ما هو اليوم انا بوجه رسالة حتى للاولاد. يعني ابوي انا كنت ملازمه الله يرحمه 15 سنة وهو بصحته لين ما مات. اليوم بقول لهم امك وابوك دولة قطع منك، لاني بشوف ناس للاسف بيجوا المستشفيات ما في احد معاهم بيأثر فيا. طبعا طبعا. فاليوم بقول له خليك مع امك، بر امك، بر ابوك، مو عشان يكونوا مريضين لازم تكون معاهم، لا. اليوم تبغى البر حتى وهم بعافيتهم. طبعا. هذا هو البركه في حياه الناس. طب التقرير اللي شفناه ده في بهية، لكن بهية اكيد ليك برضو يعني جولات تانية واسهامات تانية في ساهمت قبل كده قبل سنة في مبادرة السرطان برضو في السعودية كانت حضرت فيها، شفت الناس اللي جاهم السرطان وتعالجوا منه قديش كانوا متفائلين جدا. طبعا. حاولت اني اساعدهم اقوى وحاولت اني اساهم بشيء بسيط لاسعادهم فرحتهم. شفت ناس كانت بتاخذ الكيماوي لفترات طويله يعني بتعدي. امس كنت اول تمس كنت في مكان اسمه هاند ان هاند بسبب المرض اللعين ده، ناس فقدت اطراف من جسمها. ايوه. وركبت اطراف صناعيه وقويه وادت. شفت بنت ما شاء الله جاها 3 مرات السرطان وفقدت نص جسمها وركبت اجهزه صناعيه ومكمله في حياتها. اليوم اللي حقوله الفقد ليس في الجسد وإنما نحن من نفقد عقلنا. صح صح والله بجد. يعني أكيد لما بتشوف ضحكة
أم كده خفت ضحكت شابة زي ما حضرتك بتحكي عنها، لاقية المساعدة ولاقية الاهتمام بيها، أكيد طبعا برايسلس يعني، أكيد لازم حاجة لا تقدر بتمن. تمام. طيب عايزين بقى نتكلم شوية على كونك واحد من خبراء صناع الذهب والمجوهرات في المملكة العربية السعودية. أنت بتحب المهنة دي يا أستاذ فهد؟ زمان قبل ما أخشها ما كنت أحبها. بس من إيه اللي دخلك فيها؟ لما دخلت فيها تعمقت فيها وشفت قد إيش صنعة جميلة حلوة، كل يوم فيها جديد، فيها إبداعات، فيها تطور، فيها تكنولوجيا. اليوم أصبح عشق بالكامل الذهب. حتى لما أكون قاعد في مكان أشوف أي أحد لابس قطعة جميلة ده فبتأمل، تلفت عينك على طول، تلفت عيني، أتأمل في تفاصيل القطعة، أشوف تفاصيلها كيف تصنعت، أدق التفاصيل فيها، نظافة القطعة نفسها. صرت بعرف هل الشغل ده إيطالي، تركي، محلي، أيا كانت. ازاي برضو بتجمع ما بينك واحد من خبراء الذهب والاسهامات الانسانيه دي؟ يعني اكيد في حاجه بتربط ما بينهم. اكيد. اليوم لازم اقدم حاجه للمجتمع. كلنا اي شخص ايا كان في شغله في مبادراته في اي حاجه، المجتمع اليوم بحاجه لنا. كوني اليوم انا كشاب لازم اقدم للمجتمع، اقدم حاجه مشرفه، اقدم لبلدي، للناس اللي فاقد الأمل اليوم أديهم أمل. أنا واحد من الناس جاتني فترات طحت طيحة، ويعني ما حقول لك انكسرت، لا انكسرت واندعست لدرجة أني سويت بالأسفلت، بس رجعت أقوى من أول. أحسن، قدرت أعمل لنفسي شيء، عندي إصرار، عندي عزيمة. الناس اليوم حتى اللي ما عنده إصرار وعزيمة بقول لهم قوموا، أدي لنفسك الأمل، أدي لنفسك العزيمة، أنت قادر أنك تعمل في بلدك، قادر أنك تسوي أشياء كثيرة. صحيح. وربنا حيبارك لك وحتشوف الخير كيف في حياتك إن شاء الله.